السلام عليكم. اليوم نعود إلى مشروع استغلال المناجم في غار جبيلات، حيث أنه فيه يعني أشغال حثيثة جد متسارعة لإتمام إذن الخط السلك الحديدي المنجمي على امتداد 950 كيلومتر. واليوم إذن نعود إلى المشروع بتقرير جديد حول الأشغال اللي راهي صايرة يعني على مدى ثلث فرق متداومة 24 ساعة على 24 ساعة، 7 أيام في الأسبوع، وخاصة في الفترات الليلية إن تهبط شوية الحرارة. إذن فيه عمل دؤوب على هذا المشروع. نترككم تتابعون هذا التقرير إذن من إذاعة والتلفزيون الجزائرية عن الأشغال هذه. نترككم تتابعون، والسلام عليكم. مشوار إنجاز 950 كيلومتر من خطوط السكك الحديدية الأضخم في الجزائر، من غار جبيلات إلى تندوف ومنها إلى بشار، من مشروع إلى واقع. مع غروب الشمس المناوبة الليلية في مشروع السكة الحديدية الغربية تبدأ بالتجمع بمواقع العمل. قادة فرق النقاط الثلاثة بين بشار، تندوف وغار جبيلات يبدأون بالاجتماع التنسيقي تحضيرا لتوزيع المهام وإعطاء التعليمات اللازمة. كنا في اجتماع وانتهينا في هذه اللحظة، وكان في الاجتماع التأكيد على العمل 24 ساعة على 24 ساعة للمساهمة في إنجاح هذا المشروع. أنا كمهندسة أنا إن شاء الله معولي إن شاء الله وفرحاني لانطلاقة هذا المشروع الكبير، وإن شاء الله يكونوا عند حسن ظن المسؤولين إن شاء الله لمدة تاركين هذه الأمانة بين يدينا. بالنسبة لنا ليس فقط بداية الأشغال ولا نهاية الأشغال، إنما بالنسبة لنا كفرقة شبابية من المهندسين تحدي مرفوع للمساهمة في تطور وطننا الحبيب. مباشرة بعد انتهاء الفرق العاملة في النهار، تحدية يومية يجابهها هؤلاء في التعامل مع المعدات الثقيلة تحت الأضواء الكاشفة التي وفرتها الشركة المشرفة على إنجاز أكبر خط للسكك الحديدية في الجزائر. إمكانيات كبيرة سخرت ومجهودات جبارة تبذل نظرا لشساعة المساحة والطبيعة الصحراوية القاسية تشرف عليها سواعد جزائرية كفأة ومحترفة. كما راكم تشوفوا رانا نعمل بالدوام الكامل لضمان تسليم المشروع في الأجال المحددة وفق الرزنامة المسطرة. رانا موفرين الإمكانيات البشرية والمادية هائلة لتحقيق هذا الهدف، والحمد لله رانا قدمنا تقدم كبير وكلنا ثقة في تشريف الشركة اللي ننتمي إليها وبلادنا في نفس الوقت. نحن فخورون بالمشاركة في هذا المشروع الوطني الكبير، هو شعور رائع أن نكون ضمن مكسب سيحدث فرق في حياة الجزائريين. نحن مخبر أشغال العمومية، أثناء المناوبة الليلية نحرص على ضمان جودة الخرسانة المستعملة وفقا للمعايير الدولية، والحمد لله لدينا الإمكانيات للسهر على تحقيقها بالرغم من ظروف مناخية صعبة. مع مرور الساعات تواصل هذه الفرق العمل بجد وتفان في مشروع السكة الحديدية الغربية لضمان رسم طريق جديد لاقتصاد وتنمية مستدامة.